يلا اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الان شابتر 8، يعني احنا السؤال ليش قفزنا من شابتر 2 الى شابتر 8. شابتر 8 اللي عنوانه Generalized Single Degree of Freedom Systems. قفزنا في محاولة الإجابة عن سؤال مقدر، هل انه Single Degree of Freedom Model هو نموذج إلى هاي الأهمية، بحيث انه احنا راح ندرس عليه 7 فصول تقريبا. فهنا بهذا الشابتر نحاول انه نبين نعم انه هو فد نموذج مهم جدا، واغلب الكودز والسبيسيفيكيشنز اذا ارادت تتكلم عن الستركتشرال داينامكس فعادة تتكلم بدلالة شنو؟ بدلالة السنجل ديجري اوف فريدم سيستم. واوضحها راح نشوف اوضحها هو السايزميك. السايزميك في اغلب مصطلحاته معتمد على فكرة السنجل يعني ديجري اوف فريدم سيستم، تمام؟ زين، شنو اذا اللي نريد نتعلمه؟ نريد نتعلم بهذا الفصل انه احنا شلون ننتقل من ريل او فيزيكال سيستم اللي هو شبيه يعني هاز انفينيت ديجريز اوف فريدم، او على الاقل هاز مالتي ديجريز اوف فريدم، هذا هو الواقع. شلون ننتقل الى محاكاه تقريبيه تقوم على فكره السنجل ديجري اوف فريدم سيستم، تمام؟ هاي بس اللي نريد نتعلمه هنا بالضبط هو نريد نتعلم انه ترى هذه عمليه الانتقال من الريل سيستم الى الابروكسيميتد سنجل ديجري اوف فريدم سيستم، هي ترى ممكن شنو؟ ممكن هي تكون سيستماتيك ابروتش. شنو يعني سيستماتيك ابروتش؟ اي بالضبط، يعني الشيء اذا منظم بروسيجر واضحه زين يسموه شنو؟ سيستماتيك ابروتش. فاحنا هذا الفصل يريد يبين لك انه النقله من المالتي ديجري الى السنجل ديجري يصير بشكل شنو؟ بشكل سيستماتيك ابروتش، تمام؟ هاي السيستماتيك ابروتش راح نصطلع عليها جنرالايزد سنجل ديجري اوف فريدم سيستم، تمام؟ زين، الان شلون عاده يعني تنجز هاي الـ او هاي شو اسمه هاي النقله؟ السيستمز اللي راح نتعامل معها راح تكون على نوعين. سيستم تكون عباره عن اسامبلج اوف ريجيد بوديز، يعني عندنا فد سيستم، عندنا فد ستراكشر، لكن هذا الستراكشر هو تجميعه مو فد سيستم، فالتجميع من اجسام هي ريجيد. طبعا هذا احنا في الهندسه المدنيه قليل يظهر عندنا، في الهندسه الميكانيكيه شنو اكثر، بس هو من ناحيه اكاديميه لازم تبدي بيه وبعدين شنو وبعدين تنتقل للي بعده. زين، فبالتالي هذا السيستم اللي هو ريجيد، الديفورميشن الوحيدة اللي راح نسمح لها هي انه ديفورميشن تصير ب سبرينجز، اوكي؟ هذا راح يبين طبعا اثناء الشرح. السيستم الاخر اللي هو بالنسبة لنا احنا كمهندسين مدنيين اهم هو سيستم ديفورمابل، سيستم ديفورمابل مثلا بيم، سلاب، اوكي، فريم. فايضا راح نتعلم شلون ننتقل من هذا السيستم الى السيستم الاخر، تمام؟ الآن في سكشن 8.2، طبعاً 8.2 هذا السكشن ما موجود بالكتاب، يعني ما إلى أي إشارة بالكتاب، لكن إحنا نحتاجه باعتبار إنه أنتوا يعني في أغلب الظن يعني ما ماخذيه أو جزء ما تتذكروه. أي أنتوا هسه من السمعون بنيوتن سكند لو، قانون نيوتن الثاني، وين يتبادر ذهنكم المن؟ الى انه سيجما اف شو يساوي؟ يساوي الام في الاي. هذا شو تقابل؟ هذا تقابل بالستاتيك، شو تقابل؟ تقابل سيجما اف اكس او سيجما اف واي تساوي 0، بس واحنا بالستاتيك عندنا فقط سيجما اف اكس وسيجما اف واي تساوي 0، لو كان عندنا شيء اخر سيجما مومنت واضح تساوي 0. السؤال الان هاي المعادله الثالثه اللي هي سيجما مومنت تساوي 0، هذه بالنيوتن سكند لو شلون راح يصير شكلها؟ راح يصير تمام واضحه.
إذا واضح هذا هاي الفقرة شنو هدفها؟ هدفها إنه توسع نيوتن سكند لو حتى نبدأ نتكلم عن المعادلة الثالثة اللي هي معادلة العزم. تمام؟ الآن أكو فد فكرة أيضا يعني فقط من باب التذكرة إنه إحنا بالريجيد بادي ميكانيكس اللي أنتوا وين درستوا الريجيد بادي ميكانيكس؟ صف أول، مو سواء ستاتكس أو داينامكس، كل شيء نسميه ريجيد بادي ميكانيكس، يعني لأن هو يفترض إنه الديفورميشن شبيهة نيجليجبل أو نيجليكتد، كان بي نيجليكتد. هذا الريجيد بادي ميكانيكس كان بي بالأساس تو مودلز، بي نموذجين. نموذج شو نسميه؟ نسميه البارتيكل اللي هو الجسيم، ونموذج شو نسميه؟ البادي اللي هو الجسم. احد يتذكر شنو الفرق بيناتهم ذني؟ فاذا البارتيكل هو اصطلاح، البارتيكل اصطلاح من اصطلاحات الريجيد بادي ميكانكس، ان هو احنا عندنا فيزيكال بادي، فيزيكال ماتر، ماده فيزيائيه، لكن شنو؟ with dimensions that have no effect on the problem. واضح؟ هذه شو نسميها اصطلاحا؟ نسميها البارتيكل. اوكي، البارتيكل من نتكلم بارتيكل بعد ماكو معنى للروتيشن، يعني البارتيكل شلون تدور. تمام؟ لان انت حتى يصير معنى للدوران لازم ايش عندك؟ لازم عندك center of rotation وعندك ال volume of أو ال area اللي هي to be rotating. تمام؟ فإذا أنت عندك الأبعاد أصلاً مهملة فيصير معنى للروتيشن؟ لا. فشي يصير هنا بالتالي كل معادلاتك تصير هي سيجما F بعد ما أكو معنى لسيجما M. تمام؟ واضح؟ هسا هاي سيجما F انت تريد بعدين هي كفكتر تريد تفهمها انه هي سيجما اف اكس سيجما اف واي او حتى سيجما شنو اف زد، لكن مومنت ماكو مومنت. فاذا المومنت از ا كونسبت شو وقت يظهر؟ ها بالبادي، يعني من تكون الديمنشنز اوف ذا فيز. احنا هنا شويه بس يراد تركيز، ترى عندنا يعني عندنا تو باديز، البادي اللي هو الفيزيكال والبادي اللي هو اصطلاح بالميكانيك. واضح؟ لا تخلطون بيناتهم. تمام؟ الفيزيكال باديز دائما شبيهه، دائما بها ابعاد، مو هاي الفيزيكال باديز هل ابعادها يعني تستحق ان احنا نضمنها بالمساله او ما تستحق؟ اذا ما تستحق نضمنها بالمساله اصطلاحا شو نسميها؟ بارتيكل. اذا تستحق نضمنها بالمساله اصطلاحا نسميها بادي. واضحه؟ لكن هي از فيزيكال بادي اكيد بها ابعاد. فالان من ننتقل لمرحله البادي يصير عندنا معنى لأنه الحركة شو تصير؟ تصير translation أو rotation. فبالتالي forces as a general forces هي maybe force or maybe moment. تمام؟ واضحة؟ زين، الآن حتى نوضح هذا راح نأخذ هذا المثال البسيط. إذن واضح شنو؟ إذن هاي أفكار وين موجودة؟ موجودة بالميكانيك ما الصف أول، بس يعني يجوز ناسيها يجوز ما ماخذيها. تمام، الآن نأخذ هذا هنا، عندنا هذه فد ماس كتلة اسمها اي، زين، مثبتة برجد لينك وتدور حول مركز دوران هو شنو اسمه؟ او. تمام؟ الآن نريد نطبق هاي الأفكار اللي احنا ناقشناها. هل هذه الماس اي، هل انه هي الآن احنا نريد نسوي لها سيميوليشن؟ تخيلوا هذا اللي جاي نشوفه هو الفيزيكال وورلد، هو الواقع الفيزيائي اللي احنا نحاول نحاكيه ونبني له معادلات. هل هذه الاي راح نعاملها as a body or as a particle؟ حتى يتضح هذا جينا سوينا لها هذا الديسكريتايزيشن، قسمناها هيك معكو الى elemental areas، مساحات صغيره. الان هل سلوك المساحه اي اي سمول اي هو نفس سلوك المساحه اللي هي سمول بي؟ شو تقولون؟ ها بالنسبه لمحور الدوران يعني اكيد لا. واضح؟ كل وحده لها شنو؟ كل وحده لها حركه، مو يعني الحركه اللي راح يمتلكها هذا الاليمنتال اريا
small i هي غير الحركة اللي تمتلكها elemental area small b. احنا الآن هذا إذا اعتبرناه particle بعد نقدر نميز بين السمول اي والسمول بي؟ لا واضح. فاذا هذا لازم شنو عامله؟ لازم نعامله بودي. واضح. اذا احنا هنا اتخذنا اول قرار بالسيميوليشن انه هذا الفيزيكال بودي شود بي سيميوليتد از ابدي. تمام. الان نجي هنا شنو، نجي الى فكره اساسيه ثانيه، انه عموما الجنرال موشن الحركه العامه اللي هي شنو قصدنا بها الجنرال موشن او البلانر موشن الحركه اللي يحويها مستوي، احنا ممكن شنو نسوي لها؟ نسوي لها ديكومبوزيشن، ممكن نجزئها الى حركتين، الى ترانسليشن وروتيشن. تمام. اوكي، يعني هذه من تحرك من هالمكان لهالمكان، هذا ممكن نتخيله انه بالبدايه يتحرك vertically طبعا خصوصا اذا الحركه صغيره، وبعدين دار حول شنو، حول السي جي اللي هو center of gravity. تمام. الان نريد شنو، نريد احنا نريد هنا هل يحتاج لنا تطوير لقوانين نيوتن في الحركه الحاله الريكتلينير موشن الحركة الخطية؟ طبعا احنا في حالة الروتيشنال موشن احنا الفكرة ان احنا نتخيل ما نعرف قوانين نيوتن، يعني لان قانون نيوتن الثاني راح يصير سيجما مومنت في حالة الروتيشن. الان كلامي على الريكتلينير، ها نفسها مو اي نفسها، طبعا نفسها بس مع ملاحظة انه شنو الفرق بين البادي والبارتيكل. زين، من تطبق قانون نيوتن الثاني انه سيجما F شو تساوي؟ تساوي الماس في الاكسلريشن. سؤال الاكسلريشن مال من؟ مو انت الاكسلريشن عندك اكثر من particle في الجسم. تمام؟ واضح؟ يعني الان هاي الاي من نتكلم مثلا هسه هنا الاي جاي تتحرك vertically، فنقول سيجما اف واي تساوي الام في الاي صب واي. مو؟ مو هذا قانون نيوتن الثاني؟ الآن هذا الـ A sub Y الـ linear أو rectilinear acceleration in Y direction مال من؟ مال يا يعني مال يا particle بهذا الجسم. هنا الفكرة أنه من تشتق هذا راح يتضح أنه هذا الـ rectilinear acceleration هو خاص بالـ center of gravity. واضحة هذه؟ أوكي؟ فإذا بالـ particle شلون؟ لا 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 بالبارتيكل انت ما عندك هاي المشكله. اي بس 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 الان من تنتقل الى بادي والبادي ركتلينير، اوكي شو تقول؟ تقول هذا القانون ماس في الاكسلريشن، هذا الاكسلريشن مال من؟ هو الاكسلريشن ماس سنتر اوف جرافيتي. ولين الحركه شبيهه ركتلينير في الاكسلريشن اوف سنتر اوف جرافيتي، شو يمثل؟ يمثل الاكسلريشن مال كل البارتيكلز اللي في الجسم. تمام. زين، الان هذا يعني بها اشتقاق هيك بهالشكل، احنا هنا مشتقيها بس هو ما بي فد شيء. جينا ايش قلنا شلون اشتقيناها؟ يعني بهالصوره اشتقيناها، شوفوا اخذنا هذا الجسيم بس ايش جاي اشتق؟ جاي اشتق شلون يعني على السريع، نحاول نمر عليها على السريع، شلون نطور قانون نيوتن بشكل ركتلينير موشن من بارتيكل الى بادي. واحنا عرفنا التطوير ايش راح يطلع، راح يطلع انه الاكسلريشن وين يقاس؟ يقاس بالسنتر اوف جرافيتي. الان لو اخذنا هيك جسيم صغير وعزلناه، مو وهذا الجسيم الصغير يعني الانفينيتسمال اليمنت، هذا الجسيم اللي هو متناهي الصغر بمعنى انه ابعاده تفاضليه، ايش راح يكون؟ راح يكون انه احنا مو عندنا القانون شو يقول؟ يقول سيجما اف تساوي الماس في الاكسلريشن، فهذا الطرف شو تخيلوه شنو هو؟ سيجما اف، هذا الطرف والماس في الاكسلريشن. الان القوى اللي تاثر على الجسيم هي شنو؟ هي الاكسترنال فورسز والانترنال فورسز. واضح. فالان بنطبق القانون بهالشكل، شوفوا اساتذه هذا القانون، هذا ايش راح يطلع؟ يطلع انه سيجما اف يعني هذا شيء، هذا هو سيجما اف، شو يساوي؟ يساوي الماس في الاكسلريشن. تمام. زين، الان بس هذا المن للانفينيت للانفينيتسمال اليمنت. اوكي زين، اذا نريد للكل ايش راح نسوي؟ راح نسوي سميشن. بس قبل لا نسوي سميشن، هاي الانترنال فورسز شنو مصدرها؟
والاكسترنال فورسز شنو مصدرها؟ اي اللي هي شنو يعني احنا؟ اي عاده شنو نعبر عنها؟ نعبر عنها بدلاله ستريسز مو؟ يعني هاي هي النورمال ستريس مضروبه في المساحه، الشير ستريس مضروبه في المساحه، تمام؟ اي الاكسترنال مثل ايش؟ ها؟ مثل الجرافيتي، مثل الماجنتيك مو؟ مثل الالكتريك فورسز، تمام؟ مثل حتى التراكشن فورسز، انه يعني التفاعل بين جسم وشنو جسم اخر، تمام؟ الان من نجمعهم؟ من نجمعهم؟ من نكاملهم؟ من نكاملهم من نبدا نجمعهم هذا ايش راح يصير بيه بعمليه الجمع؟ ليش يصفر؟ اي بالضبط، لان 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 واحد عكس الاخ، لان دول شلون يظهرون؟ اي فعل ورد فعل، والدليل انه احنا ما نشوفهم. يعني الان هسه الانترنال فورسز اذا احنا ما نقطع ما نشوفها، يعني هسه هاي المنضده مو احنا اذا ما نسوي هذا المنتال سكشن، هذا السكشن او الايماجينري سكشن، هذا اللي نسويه باذهاننا، المقطع الخيالي، احنا نقدر نشوف الانترنال فورسز؟ لا. ليش؟ لان موجوده بشكل اكشن اند شنو اند رياكشن، اوكي؟ فهي تظهر بالقطع. يعني شنو تظهر بالقطع؟ يعني تظهر بعملية الديفرنشيشن، لأن هو القطع شنو؟ هو ديفرنشيشن. أنت يعني من تجي تقسم الدومين إلى انفينيتسمال بارتس، أنت ترى قطعته، بس هذا طبعا منتلي، كل هالمسألة ذهنيا، أوكي؟ من ترجع الجمعة هو أنت سويت انتجريشن، فهم أكيد بالانتجريشن إيش بيهم؟ راح يختفون، تمام؟ فمعناته بالانتجريشن إيش يبقى عندنا؟ تبقى بس الاكسترنال، تمام؟ زين، فصارت هذه يعني جمع الجمع للانفينيتسمال كومبوننتس اوف اكسترنال فورس يعطينا الفاينايت ريزلتنت اوف ذا اكسترنال فورس، تمام؟ الان التعجيل مشترك مو فاقدر اسحبه، لان ليش مشترك؟ لان المفروض الحركة ركتلينيار، حركة خطية، يعني كلهم جاي يتحركون باتجاه واحد بنفس المقدار، فأقدر أسحبه مشترك، فهذا هو طبعا راح يمثل بالحقيقة الأكسلريشن للسنتر أوف جرافيتي، فصير معادلتنا بهالشكل، أوكي؟ فإذا قانون نيوتن اللي إحنا متعودين كتبه إنه الـ F تساوي الماس في الأكسلريشن، هاي الصياغة الماس في الأكسلريشن هي البارتيكل، ممكن تعميمها للريجيد بادي؟ نعم. تصير الفورس هي محصلة القوى المؤثرة على البادي، شو تساوي؟ تساوي الماس اللي هي الام، السمول ام اللي هي توتال ماس اوف ذا بادي مضروبة في الاكسلريشن، يا اكسلريشن الركتلينير اكسلريشن فور ذا سنتر اوف جرافيتي، تمام؟ وهذا قلنا ما بي شيء جديد. الان نجي ننتقل الى الشيء اللي هو يعني نسبيا جديد، اللي هو قضية شنو؟ قضية المومنت، تمام؟ الآن نفس هذا العنصر، يعني خلينا ننزل جو احنا يمكن اوضح، ها يعني اي بالضبط بمقدار مختلف. يعني احنا هسه شنو اللي درسناه اساتذه؟ درسنا هذه، واضح؟ هسه اللي نريد ندرس بعدها هاي الروتيشنال، اوكي؟ بس احنا نلاحظوا اهم شيء الروتيشنال وين؟ حول السنتر اوف جرافيتي، لان المعادله اللي هسه راح تطلع لنا مو عامه، يعني مو عامه، لا معادله خاصه حول السنتر اوف جرافيتي، تمام؟ الان هذا الجسم هسه تخيلوا، هذا اخذنا هذا نفس الانفينيتسمال اليمنت اللي هو قبل شويه اخذناه، لكن هالمره جاي نتكلم عن روتيشن، اوكي؟ ستيل هذا شيء يأثر عليه external forces وinternal forces، لكن احنا الان مهتمين بايش؟ مهتمين بالعزم، فالعزم بايش راح نضربه في الفيكتور ار بين من؟ بين السنتر اوف جرافيتي و زين، فضربنا الطرفين في ار، تمام؟ زين، شو تحولت المعادله؟ شوفوا هذا الطرفين ضربناهم في ار، تحولت الى معادله عزوم، هذا العزم صار العزم مال internal والexternal forces، وهذا هذا كأنما عزم إيش هذا؟ يعني إذا نفكر بطريقة دالمبرت، هذا كأنما عزم الانيرشيا فورس، تمام واضحة؟
احنا مو قلنا عندنا قوة وهمية دالنبر تتخيلها؟ زين اوكي زين تمام. الآن قبل لا نكمل اريد هذا الاكسلريشن هذا اللي هو فيكتور هذا اوكي. هذا الفيكتور هو شنو يعني؟ يعني فيكتور يعني بي كومبوننتس مو صحيح؟ احنا ايش متعودين؟ متعودين عادة نفكر بدلالة شنو؟ نفكر بدلالة الريكتانجولار كومبوننتس. ريكتانجولار كومبوننتس يعني اي متجه سواء قوة او ازاحة او سرعة او تعجيل نحلل الى مركبات على امتداد اكس وواي. لكن راح نشوف انه هذا التعجيل الاسهل الافضل انه ان نحلله الى مركبتين، واحدة نسميها التانجنشال كومبوننت وواحدة شو نسميها؟ اللي هي نسميها النورمال كومبوننت. تمام؟ ذولي بالانجولار موشن كلش ممتاز نفكر بهم. اي ايش ليش السهل مهمة؟ تدرون ليش السهل مهمة؟ الان انت الان مثلا انت اذا هسه تقود مركبة مثلا بسرعة ثابتة يعني زين يعني هذه شايفين الاستدارة شوية الحادة بالجامعة. الان انت حاول تلاحظ حاول السوق بها مثلا وانت محاول انه تثبت السرعة مثلا، انت ما تحس انه السيارة جاية تندفع زين؟ اي فالسؤال هنا هي المفروض السرعة ثابتة، المفروض اكسلريشن ماكو، بعد ليش جاية تندفع السيارة؟ هي جاية تندفع معناتها اكو اكسلريشن غير؟ ها؟ اكو تانجنشال لو ماكو تانجنشال، اكو بس نورمال. ها فهنا شوف اي شوف من تفكر بهالطريقه تبين عندك الامور. تمام؟ انت من حللت بهالطريقه صار تقول انه انا من اتحرك انجولار موشن ترى راح يصير عندي تعجيل مو نتيجه فقط تغيير مقدار السرعه اللي احنا شو نسميه مقدار السرعه السبيد مو؟ اي وانما نتيجه تغير اتجاهه. فهذا التحليل كلش يفصلهم بشكل واضح، يصير الاي تي مسؤول عن من؟ مسؤول عن التغير في مقدار السرعه. اوكي؟ يعني هسه انت مثلا كنت تمشي 20 يعني مشيت 40. بهاللحظه من اللي يتغير؟ تغير الاي تي. انت كنت تمشي 40 وبقيت تمشي 40 لكن جاي تمشي بسيركلر باث، من اللي راح يتغير؟ الاي ان. تمام واضح هذا؟ بهالشكل. زين ذول شنو قوانينهم؟ قوانينهم انه الاي تي هو التعجيل هذا اي اوكي زين اعتيادي هو 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 انت راح تشتق مقدار السرعه مو؟ فالسرعه كانت في دوت باعتبار احنا بكتابنا لا تنسون كتابنا الفي المنت ترمز للازاحه فكانت في دوت اشتقيتها صارت مشتقه ثانيه اوكي زين واضح؟ هاي المشتقة الثانية مال نقطة هنا تمام؟ اوكي؟ زين هي هاي النقطة هنا ايش قد ازاحتها؟ او ايش قد ازاحتها ال V اصلا؟ هي R في ثيتا مو؟ واضحة؟ مو؟ لان انت جاي تمشي على قوس اي بالضبط. ال R احنا هنا المفروض جاي نتكلم عن circular path فال R ايش بيه بشكل عام؟ ثابت مو؟ فراح المشتقة عليها من تدخل؟ على الثيتا دبل دوت. هذا الثيتا دبل دوت هسه شنو هو؟ هذا يعني بالعربي اذا نريد نقول شو نقول عليه؟ نقول عليه تعجيل زاوي انجولار اكسلريشن. واضحه هذه؟ هذا ها عيني لا الاوميجا السرعه الزاويه اي تمام؟ هذا هاي خوش ملاحظه حتى تتذكروها. الاوميجا هي السرعه الزاويه واضح؟ يعني الاوميجا هسه هي شنو؟ هي ثيتا دوت. واضح؟ ماكو هاي الاوميجا اللي مرت علينا اللي سميناها الناتشرال فريكونسي ترى هي سرعه زاويه والدليل شنو وحداتها؟ راديان. راديان شنو راديان؟ راديان انه هي التريزد انجل مو الزاويه اللي انت تمسحها مو؟ اي على سكند باعتبار ازاحه زاويه على زمن. اوكي هذا شنو نرمز له؟ نرمز له سمول الفا. اذا هسه سمول الفا هو شنو؟ هو الانجولر اكسلريشن. فصارت عندنا على مستوى الانجولر موشن كم مساله؟ ثلاثه. عندنا الثيتا هي الانجولر
displacement. الأوميجا هي الأنجولار فيلوسيتي، والألفا هو الأنجولار أكسلريشن. تمام؟ الآن هذا شوفوا هذا الأن، هذا قانونه، هو الـ V شنو؟ دوت تربيع على R. تمام؟ واضح؟ خلي بس نتحسس على القانون. أولا مكتوب بدلالة السرعة، ليش؟ لأن هو حتى لو السرعة ثابتة هذا موجود، واضحة؟ فما ينكتب بدلالة التعجيل، لأنه حتى لو أنت تمشي بسرعة ثابتة فهو موجود. ليش تربيع؟ ها؟ ليش تربيع؟ واضح تربيع لأن أنت راح تضطر تقسمه على R، فحتى تتجانس الوحدات لازم شنو؟ تربع. اي بي بي اشتقاق، بس انا يعني ما اريد اريدكم بس نتحسس ايش جاي يصير. زين ليش على R؟ زين احنا هسه على R، احنا هسه اذا مشينا بخط مستقيم هذا المفروض شو يصير بي؟ ها؟ اذا احنا هسه مو مشينا على سيركولار باث، لا تحركنا على ستريت لاين، ستريت باث، هذا المفروض يصير صفر. زين شلون يصير صفر؟ ها؟ انفينيت بالضبط، واضح؟ لان اللاين هو شنو اللاين؟ اللاين هو التانجنت سيركل اله، ستريت لاين هو اللاين اللي تانجنت سيركل اله هاز زيرو كيرفتشر بات انفينيت راديوس. فالان اذا تخلي انفينيتي بالمقام كميه على انفينيتي شنو؟ صفر، واضحه؟ تمام؟ زين فاحنا راح ناخذ معادله العزوم بدلاله هذا، تمام؟ فناخذ معادله العزوم طبعا هذا راح يروح، ليش؟ لان يمر، مو صحيح؟ يمر بمركز العزوم. فايش بقى؟ بقى انه العزم الخارجي شو يساوي؟ يساوي الكتله في اي تي في الار، تمام؟ واضحة؟ زين هسه دي ام نفسه، لكن نجي لهذا الاي تي، هو الاي تي هسه قبل شوي ايش قلنا؟ قلنا هو مو ار في الفا، يعني اذا تريدون اخليها بقوس حتى تصير واضحة، تمام؟ مو؟ فصار دي ام، صار دي كابيتال ام، يعني محصلة العزوم على هذا الانفينيتيسمال ألمنت هو كتلة هذا الانفينيتيسمال ألمنت مضروبة في الار سكوير في الالفا، تمام؟ الآن نكامل. الآن إذا كاملنا هذا ايش راح يبقى به؟ هذا ايش كان أصله؟ كان أصله الاكسترنال اند انترنال، المومنت فور اكسترنال اند انترنال فورسز اكتنج اون ذا انفينيتيسمال ألمنت، تمام؟ إذا كاملة الانترنال فورسز وحدة الغلو لأن تظهر بشكل اكشن ورياكشن، تمام؟ فهذا ايش راح يبقى؟ يبقى فقط الاكسترنال فورسز، يعني هذا يصير المومنت فور ذا اكسترنال فورسز اكتنج اون ذا بادي. زين هذا راح يصير بهالشكل، تمام؟ هذا ثابت فنسحبه خارج التكامل، يبقى هذا التكامل، تمام؟ هذا التكامل يشبه شنو؟ مر عليكم سابقا، هذا يشبه شنو؟ واضح يشبه انه دي اي في الار تربيع، مو؟ شنو نسميه؟ شنو نسميه؟ البولر مومنت اوف انيرشيا، مو مر علينا؟ واضح؟ وين مثلا مر علينا؟ مر علينا بمعادلات التورشن، مو؟ اي البولر مومنت اوف انيرشيا، خوش؟ اي هو هناك من كان التكامل دي اي ار تربيع، وكنا نسميه بولر، هاي التسمية صحيحة؟ بولر مومنت اوف انيرشيا، ها؟ اي صحيحة التسمية؟ اي بس مساحة، هي المساحة شو لها علاقة بالانيرشيا؟ المساحة فكرة من الرياضيات، اوكي؟ ترى المساحة هي كمساحة ما لها كتلة، يعني انت شو وقت تصير لها كتلة؟ تصير لها كتلة من تربطها، لا تربطها بمادة، أوكي؟ يعني الآن أنت لو تأخذ البولر مومنت أوف إنيرشيا مال دائرة، إيش قد هو؟ باي آر أس أربعة، ها؟ على اثنين، لا إذا أبدل على اثنين، إيه تمام؟ زين سؤال، هاي الدائرة خشب
حديد ها ما يهمه واضحه لان انت جاي الناس جاي شنو جاي تتكلم بدلاله الشكل مو فاذا هو الشكل الى ان يرشي لا مو فاذا زي العد ليش كنا نسميه بولر مومنت اوف انيرشيا كنا نسميه بولر مومنت اوف انيرشيا لان يشبه هذا اي زين سؤال ليش احنا نعتبر هذا الاصل ها ليش السبب واضح احنا ناس فيزيائيين مهندسين مو احنا عندنا الماده الاصل لو الاشكال هي الاصل الماده واضحه اي اوكي الاشكال اصل عند من عند ابو الرياضيات واضحه هاي الفروق تمام فاذا هاي المومنت اوف انيرشيا او البولر مومنت اوف انيرشيا اسماء منو يستحقها يا تكامل هذا التكامل اوكي وانسحبت احنا من عندنا من طريقه تفكيرنا كمهندسين انسحبت لمن الى تكاملات مرتبطه بالمساحه لعد التسميه الصحيحه اذا نتكلم عن المساحه شو نقول بولر سكند مومنت اوف اريا ذاك التسميه الصحيحه واضح بولر سكند مومنت اوف اريا تمام زين فهذا من صار هذا طبعا شو راح نرمز له عاده نرمز له اي سي جي كتب الميكانيك راح نشوف كتابنا يرمز له بغير شكل فشو تصير هاي المعادله تمام اي اوكي يعني هاي سيجما مومنت اللي تساوي صفر بالستاتيك صارت واضحه صارت سيجما مومنت شو تساوي الاي سب سي جي في الالفا مو هاي اذا نقارنها بقانون نيوتن مال ريكتلينير اللي سيجما انه الاف تساوي الماس في الاكسلريشن بدل القوه صار عندنا باليسرى عزم على اليمنى صار عندنا بدل الماس الاي ها واضح فالبولر مومنت اوف انيرشيا يمثل خاصيه الماده اللي من خلالها تقاوم التغير في حالتها الحركيه لكن يا حركيه الانجولار موشن واضحه فالماده تبدي كم مقاومه للتغير مقاومتين اذا انت تحركها تعجلها ريكتلينير تقاوم التعجيل من خلال الماس اوكي اذا تعجلها انجولار زاوي تقاوم من خلال البولر مومنت اوف انيرشيا واضح بدل الاكسلريشن هناك اللي هو ريكتلينير اكسلريشن كنا نرمز له سمول اي هنا عندنا سمول الفا اللي هو الانجولار اكسلريشن تمام واضحه الان كتابنا اذا هي صارت طبعا كتابنا من نابادي تمام الكتاب من نابادي يعني افترض اذا نيتشه ماخذهن بالميكانيك مال الصف اول وبعدي منه كتابنا اولا شو يسمي الكتله التوتال ماس يسميها سمول ام فالان التوتال ماس في كتابنا تعني يعني سمول ام تعني التوتال ماس تمام السنترويدال ماس مومنت اوف انيرشيا المومنت اوف انيرشيا حول المركز اللي احنا سميناه فوق الاي سي جي مو هاي بس ضيفوا لها سي حتى تصير تشبه ليش شيء رمز له كتابنا رمز له سمول جي تمام فهنا يعطيكم القوانين مالته واضح الان لو ناخذ هذا البار اوكي هذا البار اذا حركته خطيا مو اوكي شو راح يقاوم الحركه الخطيه راح يقاومها بكتله توتال ماس مقدارها ام هاي توتال ماس ممكن شلون نكتبها ام بار والام بار ايش تعني هنا الماس بير يونت لينث ونرجع نضربها في اللينث تمام ترجع ماس ها جزئها مو احنا عاده الاسهل نكتبها الام بار واضحه يعني احنا الاسهل من نوثقها هي امبار ونحسب من عندها ايش اسمه يعني تساعد البيم مثلا اي البيم ترى احنا بسهوله نعرف الامبار وبعدين نضربها في الطول اي مو واضحه زين عشان نصير حاله عامه ها عشان نصير عامه اي بالضبط من نفس فكره الاحمال وهذه احنا دائما مو نشتغل لمتر طول اي زين الجي شي يصير الام ال تربيع على 12 واضحه تمام هاي هسه بس الجي بس ركزوا وياي الجي تدرون شنو معناه كانما عندنا انيرشيا فورس في النصف الاعلى وانيرشيا فورس شنو
في النصف الأسفل، وهذه هذا الشكل عزم ازدواج يقاوم الانجولر اكسلريشن. تضحت الفكره بالضبط ايش جاي يصير؟ واضحه؟ طيب زين، هنا اذا عندنا ريكتانجولر، يعني هذا العرض اللي كان هنا نيجلكتد، هنا لازم انت تضمنه. اوكي، هذا راح يتحرك، اذا تحرك راح يتحرك بكتل، يعني سواء يتحرك vertically او يتحرك horizontally، راح يتحرك بكتله ايش قد مقدارها؟ ام، والام توتال ماس. هنا التوتال ماس، هنا لو الكتاب شايف له غير رمز احسن بصراحه. شو مسمي هالكتله هنا؟ يعني الكتله اللي هي توتال ماس تجي من الماس بير اريا تايمز اريا. هاي الماس بير اريا شو مسميها؟ مسميها جاما. واضحه؟ اي الجاما هي شنو هسه؟ ها؟ اي ويت على فوليوم. اوكي، يعني الويت دنسيتي. اي خلاص، هو اصطلاح، اي فهو مصطلح بهالشكل. يصير طبعا، خلاص. بس هذا اصطلاح مربك، لان انت هسه من تقرا جاما وين يروح بالك؟ يروح بالك للويت بير يونت فوليوم. مو هو لعب هنا خالف الاصطلاح بالبسط، فش بدله؟ بدله ماس. وخالف الاصطلاح بالمقام، بدله اريا. فالجاما ايش تعني عندنا احنا هسه هنا؟ يعني عندنا الماس بير يونت اريا. واضح هاي؟ زين تمام. وذني هذني هم. الان شنو المطلوب من عندكم؟ مطلوب ذني تشتقوهن. واضحه؟ ذني القوانين مع كل يوم نعطيهن بشكل جاهز، تشتقوهن. زين، اي و اي وتشتقون هنا البولر مومنت اوف انرشيال هاي الاشكال. هاي يعني بس حتى شو اسمه، يعني مثل المراجعة للميكانيك الهندسي. اوكي، هسه احنا وصلنا الى سكشن 8.3.